كابتن محمد عبد الجواد، الأوروغواي وأيضا كوريا الجنوبية، كيف من الممكن أن تلعب الأوروغواي؟ بالنسبة لفريق الأوروغواي طبعا نحن يعني معروف فريق الأوروغواي، فريق الأوروغواي يعني واحد من الفروق الصعبة على مستوى أمريكا اللاتينية، والكابتن حسام يعرف يجمع ما بين المهارة ويجمع ما بين القوة في الأداء في داخل الملعب. تشكيلة منتخب الأوروغواي طبعا نحن نتكلم عن روشيت وأوليفيرا الظهير اللي ممكن يتقدم ويشكل زيادة عددية ومن الخلف، وأيضا سيباستيان كاسيريس ومارتن كاسيريس وفاريلا في خط الوسط. هم طبعا حيلعبوا 4-4-2 في خط الوسط، الاثنين هذا بنتاكور فالفيردي حيكونوا هم اللي متأخرين، حيلعبوا بالطريقة هذه، وهذول الاثنين يكونوا اللي متقدمين. طبعا كانوبي وديلا كروز سواريز ونونيز من الآخر ديلا كروز كانوبيو نونيز سواريز فالفيردي بنتاكو. كابتن انت تفرجت اخر مباراه، ممكن يخلصهم المباراه في اي وقت، وانا بسالك انت تفرجت اخر مباراه وديه لاعبين مهمين اثنين محاور من المحاور اللي هم يقول المحاور اللي يلعبوا في كل زمان. فالفيردي يعني واضح انه متجلي جدا، حتى بنتاكور لكن فالفيردي شيء ما هو طبيعي في الصناعه، موجود في الزياده العدديه، موجود في التسديد، موجود. ديلا كروز لاعب جدا مهم في الفريق، يلعب في العمق، يلعب في الطرف الاخر. فلما انت كمدرب عندك لاعب يلعب في كل مناطق الوسط هذا مهم جدا، صح ولا لا كابتن؟ صح. وعندك هنا كانوبيو نفس الشيء، بس هنا احرف، وهنا في الكرات الثابته عنده اتقان كبير جدا، يعني اي كره ثابته ممكن يسجل منها هدف، لانه يسجل كثير من الكرات الثابته. اذا كان تحتاجه في الاطراف يروح على الاطراف، طبعا اذا راح على الطرف هنا سواريز وهنا نونيز وكانوبيو في العمق وفالفيردي يزيد يا من على حسب كابتن من عند يعني من عند من عند فالفيردي اسمح لي الان إيه؟ فالفيردي يكون هذول لازم يكونوا هنا، المدافعين خلاص يطلعوا في الحاله الهجوميه. طيب كابتن بسألك على هذه النقطة، في ظل زيادة فالفيردي في الحالة الهجومية، يعني من ضمن المحاور وهذه الزيادة الهجومية، المنتخب الكوري الجنوبي يمتاز بالسرعات. هنا النقطة المهمة بالنسبة للفريق الأوروغواي، في حالة خسارة الكرة، وهي الحالة الثالثة، لأنه الحالات الرئيسية لكرة القدم في العالم كلها هي ثلاثة: استحواذ لما تكون فريقك مستحوذ، لما يكون المنافس مستحوذ، وحالة التحول من الدفاع إلى الهجوم، من الهجوم إلى الدفاع. فهنا نتكلم نحن عن الكلام اللي أنت بتقوله، في حالة خسارة الكرة بالنسبة للفريق الأوروغواي، لأنه أنت عندك 1 2 3 4 5 كلهم قدام في ملعب كوريا، كلهم قدام طبعا، هذا أكيد حيكونوا متقدمين شوية على حسب إذا كانوا في منافسين، لكن بكل تأكيد أنا متوقع أنه الفريق الكوري لابد انه هو يكون يعمل ضغط منخفض، فبالتالي حيكون جاهز لعمليه الكلام اللي انت قلته وذكرته، الهجمات الممتده وسرعه سون وسرعه سون طبعا سون عندك سون معناه اسمك تقرا له مش حساب، تفكر 10 مرات قبل ما تفكر بس تطلع. كابتن يعني شوف اللي يميز الفريق الاوروغواي مش زي البرازيل، ترى البرازيل يطلع ما يرجع، هذول يرجع. شوف نونيز، تذكر الاسم هذا، واحد من اسرع اللاعبين على مستوى العالم، والله كنت حطيح، لا فول. ان شاء الله ما تطيح. نونيز واحد من اسرع اللاعبين في العالم، تعرف لو الكوره هنا انقطعت ممكن يرجع لين هنا، لازم تسويه من اليمين لليسار كابتن، من اليمين هذا لا الخط تبدأ من وراء،
من هنا؟ ايه يعني ممكن هو يرجع من هناك اعكس السهم الى هنا.